أحد المواهب الشابة التي لمعت في الملاعب المصرية، تخرج من قطاع الناشئين في الأهلي، ورغم موهبته الكبيرة إلا أن الحظ لم يحالفه في استكمال مسيرته داخل جدرانه. إنه أحمد حمدي، لاعب الأهلي والجون السابق الذي انتقل مؤخرا إلى فريق إمباكت مونتريال الكندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. بدأ أحمد حمدي مسيرته في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، حيث تدرج في جميع فرق الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول. ظهور حمدي مع الفريق الأول بالأهلي كان موسم 2014-2015 مع الأسباني خوان كارلوس غاريدو، حيث تدرب مع الفريق لكنه لم يخوض أي مباراة رسمية أو ودية. لكن مشاركة أحمد حمدي الأولى مع الأهلي جاءت في عهد البرتغالي جوزيه بيسيرو، وكانت أمام سموحة موسم 2015-2016. وخلال مسيرته مع الأهلي خاض حمدي مع الأهلي 18 مباراة، سجل خلال هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، وحصد بطولة الدوري مرتين مع المارد الأحمر. ومع تعاقب العديد من الأجهزة الفنية على الأهلي خلال الفترة الأخيرة، رحل أحمد حمدي عن المارد الأحمر في ظروف غامضة، لينضم إلى صفوف الجونة موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة. وبعد نهايتها تم الاستغناء عن اللاعب من قبل الأهلي بشكل نهائي للجونة. وخاض حمدي مع الجونة إجمالا 42 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 7 أهداف بالإضافة إلى صناعته لـ3 تمريرات حاسمة. موهبة حمدي وتألقه جعلاه من العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي، ولكن لم يحالفه التوفيق أن يشارك في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي توج الفراعنة أبطالا لها، حيث استبعد قبل البطولة بفترة وجيزة رغم لعبه لبعض المباريات التحضيرية. وخلال الانتقالات الشتوية أعلن نادي إمباكت مونتريال الحصول على خدمات أحمد حمدي على سبيل الإعارة لتكون أولى الخطوات الاحترافية في تاريخ اللاعب. ويعد إمباكت مونتريال فريق كندي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يشرف على تدريب الفريق الأسطورة الفرنسية تيري هنري. عن أسباب انتقاله إلى إمباكت مونتريال وما هي كواليس الرحيل عن الجونة، أسباب الرحيل المفاجئ عن الأهلي، ما هي طموحاته وأهدافه خلال الفترة المقبلة، أسباب استبعاده من معسكر المنتخب الأولمبي قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة، هل يفرض نفسه مجددا ويحظى بالمشاركة في الأولمبياد، وهل كان قريبا من الانضمام إلى أودينيز الإيطالي؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أحمد حمدي ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق.